لكل عشاق الشوبينج في العالم فالفيديو ده ليك. لو انت مش مهتم بالشوبينج تقدر تسيب الفيديو من دلوقتي. النهاردة هعرفكم على أرخص محل ملابس في العالم كله وبأحسن جودة في نفس الوقت. اللي سافر أوروبا أكيد عارف براي مارك. براي مارك مش محل، ده مول في نفسه. بس الجديد بقى إن الفرع اللي احنا موجودين عنده النهاردة ده هو أكبر فرع لبراي مارك في العالم، موجود في مدينة بيرمنغهام في إنجلترا. فتعالوا أفرجكم على الدنيا جوه عاملة إزاي، فيها إيه، وأعرفكم كمان الأسعار شكلها عاملة إزاي. يلا بينا. لطيف، الناس المهتمية بهاري بوتر هتلاقوا سكشن كامل، سواء بقى رجالي أطفالي حريمي، بأسعار رخيصة جدا جدا. كمان الحاجات بتاعة ديزني كلها موجودة برضو بأسعار رخيصة جدا. منين كمان كافيه ويب ديزني. تعالوا نتفرج على شكل الكافيه ده عامل ازاي. نطلب ايه؟ يعني تقدر وانت وسط الشوبينج تاخد بريك وتركن حاجتك جنبك وتكمل. ترابيزات كمان هنا عاملين فيها حركات ان انت وانت قاعد تقدر تلعب، اعمل كده تاتش تو بلاي. هنبدا بقى نلعب نشوف ايه الجيمز اللي موجوده. يعني كل واحد قاعد يلعب على الترابيزه. الموضوع عبقري، يعني هو بيسليك حتى وانت قاعد تستنى الاوردر الاكل بتاعك. انا بحمي نفسي كده. اير هوكي. انا بلعب ببلوتو. وصل الوافل على شكل ميكي. حاجات الاطفال هتلاقوها بتبدا من اول 2.5 اللي هي زي دي 2.5 جنيه استرليني، والحاجات اللي عليها ديزني والاشكال دي بتبقى من اول 5. يعني بصوا جاكيت زي ده عبقري عبقري، يعني الاسعار بتبدا من 8 جنيه استرليني. وبصوا الخامه بتاعته من جوه عامله ازاي، مش طبيعي. في الدور بتاع الاطفال بتلاقوا كل سن اطفال متقسم لوحده، يعني هنا الاطفال من سن 7 ل 15. هتلاقوا السكشن اللي هناك الاطفال من سنه ونص لحد 8 سنين، هتلاقوا السكشن الاطفال اللي هم الرضع اللي هم اقل من سنتين وهكذا. في حاجه يا جماعه بواحد بجنيه، في حاجات بجنيه. الجلافز هنا، يعني بصوا حتى في خامات هنا فظيعه، يعني قويه جدا للشتاء. اكسسوارز، لانجريز، كاب، ايس كاب، شنط، كل حاجه. يعني مثلا الدريسز او الفساتين تبدا من اول 6 زي ما انتم شايفين كده. وبيكون في قسم اسمه الريدكشنز. الريدكشنز ده حاجه زي اوتلت، موديلات اقدم شويه، هو ب 13 بس نازل ل 7. دريس بالمنظر ده كل ده يا بلاش. بما ان البوتس عشق لا ينتهي عند السيدات، بصوا يا جماعه هنا البوتات اسعارها كام؟ 8. يعني مش فاهم يعني ايه؟ يعني ايه بوت ب 8؟ لا وبصوا الخامه من جوه عامله ازاي؟ اللي هو ايه؟ هتتدفى هتتدفى يعني. تعالوا نشوف الكامله الكبيره دي عامله كام مثلا هنا؟ ب 24. يعني ايه؟ يعني كوتشي زي ده ب 4. ده يا جماعه ب 4. ازاي؟ ب 4 جنيه استرليني. 4 جنيه ده اللي هو كام يعني؟ مش مكمل 100 جنيه باين ولا 80 جنيه؟ ايه الارقام دي؟ كمان موجود جزء يخص الكوزماتكس والبرفيوم والفيلم ده كله. عاملين كمان بيوتي ستوديو، جابوا بقى شعر وباديكير ومانيكير والحاجات دي. عاملين سكشن كامل للكريسماس، كل ده الحاجات بقى اللي تخص الكريسماس بقى، سواء هدايا او لبس بيت، الزعبوط، حتى البطوط شكله حلو والله. اليافطه دي ده جوه البراي مارك عادي، جوه المحل عادي، عشان في مدخل من شارع، مدخل من شارع تاني خالص. في دور كمان بقى عاملين فيه كافيه واكلات، يعني مش زي بقى ديزني كافيه، لا ده كانك قاعد في كورت في اي مول. والدور اللي تحت ده اللي فيه الحاجات الرجالي. كمان في الدور التحت الرجالي هتلاقوا حلاق. على حد حضر برضو ايه يحلق، يقول لك لسة الاسعار هنا حلاق برضو. كمان مخصصين البوكس ده جوه ان انت تتبرع بالملابس القديمة اللي عندك، انت تقدر تحط هنا اي هدوم انت مش محتاجها.
برايمارك محل عبقري بكل ما تحمله والكلمة من معنى، ما ينفعش تبقى موجود في أوروبا وما تروحوش.